مرتاحين وبيوتنا مرتاحة. دعت على أبويا ودعت على أمي. طيب حاضر يا اخت. فبالله عليك يا شيخ محمد تفيدني. الله يبارك لك يا رب. طيب حاضر. وربنا يبارك لك يا رب ويشفيك ويعافيك ويشفي مرضى المسلمين. امين يا رب. وما تنساش تهيب بالدعاء ان شاء الله. حاضر. الله يخليك في رعايه الله. الله يحفظك. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم نعم تفضل. السلام عليكم. الو. عليكم السلام. تفضلي يا اختي. اكلمك الشيخ محمد حسن من فضلك. تفضلي. تفضلي مع حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ محمد؟ اهلا وسهلا. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك من كل سوء. انا بدعي لحضرتك على طول والله. الله يتقبل يا رب. ربنا يبارك لك. انا بستاذنك بس انا متحيره في حاجه صغيره. انا شايله فلوس لاولادي فكنت نعم. عايزه ابعدهم عن ايديا فحطهم في البوسطه. حاضر. وسالت ناس كتيره في يقولوا حرام ويقولوا حلال. طيب هجاوب حضرتك الان ان شاء الله. استاذنك بس يا ريت تجاوبوني لان انا محتاره جدا. حاضر حاضر. شكرا. ربنا يبارك لك ودعينا يا الله. الله يبارك فيكم. سلام. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ محمد؟ مرحبا اهلا وسهلا. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. تفضلي يا اختي. الله يبارك فيك. عايز اسالك يا شيخ محمد اني يعني اتربيت امي امي اللي مربياني يعني نعم. وابويا سافر وقبل ما تولد وامي حامل فيا. وبعدين كان سايب لي نبات يعني على قدنا كده واخويا باعه. فبعدين يوزع على كل واحدة فينا نصيبها 2000 جنيه. وبعدين لما جت اتكلم يعني في مرة كده كان يعني هو اتصل علينا لان ما كناش نعرف عنه حاجة وامي اللي كانت متولية امورنا كلها في المصاريف كلها. وهو ظلم امه وكان سايب لنا امه يعني سايب حتى امه ماتت يعني من كتر حزنها عليه. ايه السؤال يا اختي؟ سؤال حضرتك. فبس إيه السؤال دلوقتي انا بساله انني عايز اصرف الفلوس دي بس هو على قدر الحياه. مين هو على قدر الوالد؟ وانا الوالد على قدر الحياه. عارفه بقى لو إيه مش عارفه كده يبقى حرام ولا حلال ولا مش من حق الفلوس. طيب حاضر حاضر. طيب حاضر. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. السلام ورحمة الله وبركاته عم الشيخ. يا مرحبا. والله ممكن أسألك سؤالين. أتفضل. السؤال الأول يعني يا ريت تعملوا لو كل يوم نص ساعة رؤية شرعية للناس اللي تعبانة يعني. طيب حاضر. السؤال الثاني. وفي سؤال لحماتي. نعم. عندها 4 أولاد. عفوا. أتفضل. عندها 4 أولاد. نعم. فهي شايلة قرش. شايلة قرش من المعاش وقرش منهم. نعم. ففي 3 ربنا راضي يعني مبسوطين وواحد يعني على قد حاله. نعم. هل يجوز تاخد من المال دوت تديه صدقة لابنها الرابع ونص وتصدق بيه للناس الغلابة برا؟ المال ده مال مين؟ طيب حاضر حاضر. المال دوت بتاع ولادها اللي هم 3. ايوه طيب حاضر. وفي جزء من المعاش. طيب حاضر. اشكرك يا عم الشيخ. حياكم الله. ربنا يبارك فيك. طيب اعتذروا لاخواني واخواتي على الهاتف حتى لا نترك احدا على الهاتف مده طويله لاننا لا نريد ان نشق على اخواننا واخواتنا. وأنا أكرر القسم صادقا بإذن الله تعالى والله الذي لا إله غيره لو أملك لاتصلت أنا على أحبابنا وإخواننا حتى لا نكلف أحدا من أهلنا من الفقراء يعني جنيها واحدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم إنه على كل شيء قدير. وإن تأخر أحد على الهاتف رغما عنا فأرجو أن يسامحنا ووالله الذي لا إله غيره لا نتعمد أبدا في القناة أن نتأخر بنية تحصيل يعني مبلغ أكثر. لا حاشا لله حاشا لله. نسأل الله أن يرزقناكم الصدق وأن يجعلناكم من الصادقين.
أجيب إجابات سريعة فيما تبقى من دقائق معدودات ولن أتجاوز الوقت إن شاء الله تعالى. بالنسبة لقضية الران وبالنسبة لقضية صقل القلب، الحديث واضح بين بفضل الله، إذا أذنب المؤمن نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلب، خلاص يبقى كذا القلب أصبح قلبا مصقولا، أي صافيا لامعا كلمعان الشمس حين تتلألأ، خلاص. فإذا أذنب على قدر الذنب تكون نكتة سواد أخرى جديدة. طيب أذنب ذنبا ثانيا ولم يتب تزيد بقعة السواد، أذنب ذنبا ثالثا ولم يتب تزيد بقعة السواد، تاب إلى الله توبة صادقة قوية واضحة يزول هذا السواد بالكلية، وهكذا. فالعبد بين هذا وإقبال وإدبار حتى يلقى العزيز الغفار، وأرجو الله أن يختم لي ولك بالتوبة التي يمحو الله بها أثر أي ذنب. في حديث آخر جميل وإن كان الوقت ضاق، لكن الحديث رواه مسلم حديث حذيفة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادة كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فالعبد بين إقبال وإدبار، فإن تاب صقل القلب، وإن أذنب مرة أخرى عارت بقعة السواد بمقدار عظم الذنب أو بمقدار بشاعة الذنب، حتى يعني يتوب إلى الله تبارك وتعالى، وهكذا. وأعلم بأن الله لا مل حتى تمل، وأرجو الله أن يكون الجواب واضحا لابننا وأن يكون الجواب واضحا لإخواني وأخواتي جميعا. أما بالنسبة للأخ الذي مرض في الرمي ووكل أحد إخواني أن يرمي عنه في اليوم الذي مرض فيه ثم عاود بعد ذلك الرمي بنفسه، فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منه صالح الأعمال.